كل سنة وحضراتكم طيبين. النهاردة آخر حلقات البرنامج في عام 2022، الحلقة الجاية إن شاء الله هنقابلكم في 2023. يا رب تكون سنة خير وسعادة على مصر وعلى كل المصريين وعلى العالم كله. الحقيقة خلونا نروح نشوف زميلتنا شرمندة دسوقي، لأنها نزلت الشارع وسألت عدد من المواطنين عن أمنياتهم في العام الميلادي الجديد 2023. خلونا نروح نشوف أمال المصريين لهذا العام بتقول إيه. كل سنة وحضراتكم طيبين، خلاص بنودع سنة قديمة وبنستقبل سنة جديدة، وفي 2022 كان كل واحد عنده تجاربه الخاصة، سواء السعيدة أو الحزينة، لكن في السنة الجديدة 2023 هنبدأها بأحلام وأمنيات يا رب تتحقق. تعالوا نتعرف أكتر، الناس عايزة إيه من 23؟ كل سنة وكل الناس طيبين. سنة سعيدة يا رب علينا وعلى كل المصريين كلهم. هابي نيو يير. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين. هابي نيو يير. هابي نيو يير. هابي نيو يير. كل سنة والشعب المصري كله طيب. هابي نيو يير. كل سنة وانتم طيبين. كل سنة وانتم طيبين وهابي نيو يير. هابي نيو يير. كل سنة وانتم طيبين. هابي نيو يير. هابي نيو يير. هابي نيو يير. هابي نيو يير. بنيت السنة الجديدة اني اتجوز وافتح بيت جديد، وان شاء الله تبقى حياة سعيدة على المصريين كلهم اجمعين. انا نفسي اجيب لماما كل حاجة، انجح وربنا يخلي لي بابا، ان احنا نكون البيت بقى ونتجوز. يسمع كلام مامي يا رب. نفسي ربنا يخلي لي امي بس اللي انا عايزاه في الدنيا كلها. امنيتي اخش كلية ألسن. تفضل بلدنا جميلة وطيبة زي ما هي. نتمنى سنة سعيدة علينا كلنا، وان شاء الله السنة الجاية تبقى احسن واحسن. شقة عربية. عربية. أول حاجة خطيب. الدنيا كلها تبقى بخير وشعب مصر كله يبقى بخير. سنة سعيدة عليكم يا رب، وسنة على مصر كلها بخير. تبقى أحسن من اللي فاتت بكتير، ونحقق كل حاجة حلوة إن شاء الله نستنى فيها. سنة مليانة محبة وسلام، ومن غير أمراض ولا أوبئة. احنا شعب جميل، بنحب الانبساط، بنحب نفرح، بنحب التفاؤل. سنة عدت 2022 كانت مليئة طبعا بأفراح، وربما يكون بعض الأحزان، لكنها مرت. 2023 نتمنى يا رب انها تكون سنة سعيدة علينا كلنا، أحلام طموحات إن شاء الله تتحقق في 2023.